رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين. ولوحنك دحجلنا كتابك توحيدك، خاصة كتابك فتح مجيدك، إنه هاد له هي توحيدك إي أرموين كيسا. وحاولنا لكس أقوبابي توحيدك إن آدي آد أقود ذالنا بعدما الرسمالك أغقي مهنها بطنا مرك، وحكلي اللي صلى يقيا مهنا وإن تقتعذيق إلهي وحذايا سبحانه وتعالى. واحنا الان اشري يلين باب الشفاعة، باب الشفاعة، شفاعة ذي باب كذي واي او بيان اي عبدين وحي قرآن كا او كسوغي اي وحي شفاعة او ديذي سيدا درت شفاعة وارجين وقفك او مالين تقيامها مر الله لمرك لطيضتك قبل كمدأ انو الهي كما مصو شفاعة ولك لنا مركا ليرهد او ارجي او مركا او شفاعة قابة تاسا مركا لو لجي ذا اي وقول الله وقول الله الهي قول كيس عز قالب اها او وجل ويناي او يري وانذر دك به قرآن كوحد اقدك تا الذين كوا يخافون عصنهيا اي يحشروا إلا صو أروريو لصو كلمية إلى ربهم ربي قد حقيسة ليس لهم حال أيسا أصغنان من دونه أسغس كذيس ولي ولئي ولا شفيع وحشفاع لعلهم وحي مذيهين يتقون إن مكا عبصداني كوا قرآن كأقودك دري إلى سبحانه وتعالى ويبقيان او وحي كعبصنايان ان الهي حقي صلى كل ميو ايضا ولي اي شفاء لبضب اللهين اي وقوله الهي قول كيس ويرئبه لله اللهم بي اسغناتي الشفاعة جميعا شفاعة دمان تيتبع الى شفاعة او من الهي بي اسغنا متك شفاعة شفاعة يو انو مركر الهي ادما كلو شفاعة ينسى صوكالي إلهي أي شفاعة أوطن مركا إسكالو غير كيسة وح أغسق ناضي مركا مجيرو قل لله شفاعة جميعا شفاعة أوطن إلهي بي أصغناتي إيا وقوله إلهي قول كيسة أويري من ذا الذي واكيمتك يشفع إرقينك ريشفكر عنه أبتيسة إلا بإذنه إذن كيسة موياني مركو إلهي إذن بحيو اي او يراد هبل او شفاع اما او يراد هبل او هبل او شفاع ما هاني يا ويمتك شفاعي كرا يا يمتك ارقين كرا واكما متك الهي كديران كرا انو هر استاغو قصبا او شفاع كبحيو مجيرو هدي الله غصيري او لغو يري طريق هبل هداد كجرتو جنب الدو قاقي اي ميشا دونتان كاقا بلان قاضي وحك جيران ملها سيدا درتد بو الهي ليهي من ذا الذي واكيمتك يشفع ارقينكرا عنده الا اتيس الا باذنه اسق اذن كيس موياني اي وقوله بو باب ايهي الهي قول كيس ايري وكم من ملك ما يقم ملك ايا في السماوات سماواتك كصبا لا تغني اي صنديقين شفاعتهم شفاعة ذو شيئا وحضا وح اي قبن كران و اي ارقين كران و اي شفاعي كران اي سنمرك اجيرين الا من بعد ان يأذن الله مركو الهي اذ مكد بموياني لمن يشاء قفكي او دون او ويرضى او رالك النقض
qofku ilaahay u idmo kadib maahane qof kaloo wax qaban kara ma laha. Intaa malaa'ig ah ee aad u jeedaan ee macsuumiinta ah oo rabbi caasinin oo khayrka ku dadaala oo rabbigood amarkiisa fuliya samaawaadka dhooban ee ka buuxa mid ergeyn kara ma laha. من جفائك رملها وكم من ملك ميقا ملك أيا جرتو في السماوات سماواتك قده سكسغا أو لا تغني أي سنديقين شفاعتهم شفاعة ذا شيئا وحبا إلا من بعد أن يأذن الله إلهي مركو أئد مكدب ميان لمن يشاء qofkii uu doono oo wayarba oo raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala. iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisuu ba yahay qul dheh u ducuu u yeerta alladiina kubi zacamtum aad sheegateen min duuni illaahi ilaahay sufa inay ilaahya idiin yihiin la yamlikuuna ma awoodi karaan oo ma anfici karaan mithqaala dharatin dharra culayskeeda oo fi samaawaati samaawaadka gudihii ah walaa fi lardi ee arlada dhexdee wamaa lahum uguma sugnaanin fiihiya samaawaadkii arlada gudahooda min shirkin wadaag ilaahay lama qaybsadaan oo wax ay kula shirkoobeen ma aha wamaa lahu uguma sugnaanin ilaahay minhum xuggooda min dahiirin wax kaalma ah ilaahay inuu kaalmaysto ama ay kaalmo u uga baahdo xaggoodana ma jirto walaa tanfacu shafaacatu xataa shafaacana ma anficayo cindahu agtiisa ilaahay agtiisa qof shafaaca wax u aysan ma jirto ilaa liman adina lahu qofku asagu u idmo maahane subxaanahu watacaala ilaa qofku ilaahay u fasaxo oo u idmo inuu asagu shafaaco maahane inuu ergeeyo maahane inuu asagu intuu ilaahay idmay uu fasay uu fasax siiyey kadibna markaa fasaxa ilaahay siiyey waa labadaba waa midka ergeynahaya iyo kan loo ergeynaya labadaba midka loo shafaacaya iyo midka shafeecaya labadaba wax ay qaban karaan ama ay u hanan karaan ama ay u samaynayaan markeedna jirto. Qaala wuxuu yidhi abulcabaas ninka lagu magacaabo waa kunyadii waa sheekhu lislaam axmed ibni cabdilxaliim bin cabdisalaam ninka lagu magacaabo imaam musa wuxuu yidhi nafa allaahu ilaahay wuxuu anfiyey ee uu diiday camaa siwaahu wixii ka soo haray kullamaa yatacallaqu wax kastay ku lug leeyihiin oo ay ku dhegan yihiin bihi maada almushrikuuna mushrikiinta kulli ilaahay wax kama jiraan buu ka dhigay waa anfiyey oo wuu reebay oo wuu diiday wax walboo ilaahya ah oo ay mutacalliqiin ku yihiin oo ay ku dhegan yihiin mushrikiinta fanafa wuxuu anfiyey ilaahay an yakuuna inuu u ahaada ligayrihi gayrkiisa mulkun maamul aw qistun ama qayb oo minhu maamulka ka mid ah taa ilaahay wuu anfiyey oo ma jirta ayuu yidhi waa baabi'iyey oo wuu reebay an yakuuna ligayrihi gayrkiisa inuu u ahaada mulkun mulki iyo maamul aw qistun minhu ama qayb maamulka ka mid ah aw kuuna ama uu u ahaado alla diiday cawnan lillaahi mid cawn iyo kaalmo ilaahay u ah subxaana wa tacaala taana ma jirto haddii intaasoo dhan aynan jirin walam yabqa ma harin marka ila shafaacatu shafaacadii maahane ergeyntii maahane wax kale oo haray markeed ma jiro shirki iyo qof mushrik ah iyo wuxuu alle ugu shariik yeelo oo aqoonsi mushrikiin ay ku dhaganaadaan iyo qof mulki ilaahay la leh ama qayb ka mid ah la leh ama ilaahay awn iyo kaalmo u ah intaba ma jirto hadday intaa jirin marka shafaaca jirta shafaacada markana loo tilmaamayaa waxa ay tahay iyo midda jirta iyo sida ay markaa u jirto tiya marka la tilmaamayaa saa darteed walam yabqa ila shafaacatu fabayana wuu cadeeyey ilaahay fabayana annaha ayadu waa shafaacadiiye laa tanfacu ayaduna inaysan anficin ilaa liman adina lahu qofku u idmay arrabbi maahane
شفاعتي نقفو ربي أفصحي مئه قف كلي أنفعيس مجرتو كما قال سيد إلهي ولا يشفعون مئرقين كران إلا لمن ارتضى إلا عدو رالي كم نغضمها إلى سبحانه وتعالى وحش في عقاذي كرا ووح إرقين كرا أو إلهي كالحضلي كرا مجره إلا لمن ارتضى قفكو إلهي رالي ونقضي ما في هذه مدى الشفاعة الشفاعة التي تاسو يظنها أي أم لينا ين المشركون مشركين تا هي أيضا منتفية ومدل أنفيي مدل الديذي واي يوم القيامة مال تقيامه شفاعة قفك إنه وحق ذنكر وأسمانتي عبدين أيضا مشركين بعدما قف إلهي الشريك يالي اللو الشفاعين شفاعة الجلي كرين أيضو شفاعة وشركة كجرة لمشركين تأم لينا يان إن واحتريسو هي منتفية ومدل ديذي الأنفيي يوم القيامة مال تقيامه كما سيدي نفاها القرآن قرآن كأو أنفيي أي أديذي أوكالي وأخبر النبي نبي نوحو كخبري صلى الله عليه وسلم أو شيغي أنه يأتي إنو إماني فيسجد السجود لربه ربي ويحمده أماني لا يبدأ قب الله بما يألي الرسول كده بالشفاعة أولا إرجين قب الله بما سو أصو سعب إنو سمنك قبصده أعوضها آوي إلهي ذاتك ماشك كلك حي مجره كوم حب الله يا سجود إي أمان الله سبحانه وتعالى ولبحل كان وحل النبي كستأو عبر دارتي ومت كستا نفسي نفسي ويري آدم بأهريي قال ربي نوغا إرقي الله ومتاقي كرب ويري أني نفتي لقيد هعون اللي بعيبان عنيو كيس كاسان نيل آن إذن لقلو لا أهي ربي ما أنت حناق أو حناقي ولي ما حناقين من حناقي دونو قفان أني أهين أتغو إبراهيم أتغى ونوح أتغى وموسى أتغى وعيسى أتغى متكستا نفسي نفسي وليه مركي سيدا إبعضا عيسى وحودهايا أني قبوالي عبدي أنه يديبا لبا إلهنا لكبكتي كاسان لكوها استا ودد إله سبحانه وتعالى بمدتو ذي عفي عيسى أصدقون رالي كأهن بي إلهي كبكتين أصدقائي ورئي داية أبان اللان أهي نتكيس أهابا رسول عيسى وحوليه محمد أتغى نبي محمد بي أتغيا مركاسو صوبحيا تاسو مركة المامية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إنو إماني أو فيسجد أو السجود لربه ربه ويحمده أو نأماني رواية ذا قارو حيليه الأمان أولي إله لغوان يمالين تأيئي فريا وأن إلهي كو أماني وأن إلهي آذي آك أغم حظنيا لا يبدأ كب الله بما يرسول كالفتقيس بالشفاعة شفاعي إرقين أولا مركة هوري عبار بالي آف يا بوير أسجد سنانيا ثم يقال له كتابها يا ارفع رأسك ماذا حاذا كرق الصوقات وايه وقل به يسمع والله مقليا والصل سؤعب والله السينيا واشفع اري وشفاع الطلب تشفع والله يا شفاع مقليا مركا كدب واي مركو رسولكم ماذا حكر اقاضي اولي ربي امتي ومركا الهي اكبر ياي ان امد لك لحكمي مركا شفاعة صلى الله مرا قال له حكي رسولك أبو هريرة من أسعد الناس ذاتك يا أغلي باند بضا أهلها يا كنا تفصني بشفاعتك شفاعة ضاضا قال الرسولك وحيري من قال لا إله إلا الله وقف الله لقفك يرهد إلهي موي اللك لو حق لمن لقو عبد النجر اسكبهنيا ميا خالصا من قلبه قلبه سيسافك تهي لا إله إلا الله وصحر الله لوتقي لا إله إلا الله وألي أولي الله يلي لا إله إلا الله وقبر شرط لغقلي
لا إله إلا الله وإله غيرك لا عبد مئه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قلبه سوء الأبر احترنيه رب كله كجرك عبده فتلك الشفاعة شفاعة أيضا أهوحي أسرناتي لأهل الإخلاص أهل الإخلاص بإذن الله إله إذن كيسا شفاعة نبي أو شفاعة وقف دم بقلي أو شفاعة إلهي أو يدينا ونارت لغبت بادينا أما سأنت لقلي الله صوت حين لأهل الإخلاص بي أسرناتي بإذن الله ولا تكون وما أهان لمن أشرك بالله إد إلهي أشريك يا شيء قفكي إلهي أشريك يا لي ملها وحقيقته حقيقة سوى حقيقة شفاعة نوحيتها أن الله إلهي سبحانه نزهناي هو أصب الذي وامدك يتفضل كفضل ككرامي على أهل الإخلاص ذاتك أهل الإخلاص ذاتك السافين لماذا لا إله إلا الله أدهي وأن شركي وحيابك لقلب وذكدر فيغفر لهم وهو وطاف إلى سبحانه وتعالى لهم أيها بواسطة دعاء من بريديس واسطة ذيذا قف إنو إلهي أطوغو واسطة ذيسا إلهي أغطافا من كاسو أذن له إلهي أؤدمي أن يشفع إنو أشفاعه ليكرمه سوء غكرام يقفك إلهي وينال أغارسيه أما أغارده المقام المحمود مقام كل مهدي إلهي ودافي كري قفك لكن قف أيكم مصيا كنا كرامينا يا قفك دعاء ودعينا يبريها إلهي أبريا يقف كان كالي وسيطرس إلهي أشفاعيا وندم بدافيا بواسطة فيغفر لهم كواسو إلهي أغدافا دم بغودة بواسطة دعاء من قف دعاء سواسطة ذيلا من كاسو أذن له إلهي أؤدمي أن يشفع إنو أشفع عقابه محلو أؤدمي قفك أولوليه بحنك أشفع ليكرمه إنو إلهي ككرامي سبحانه وتعالى ينال أغار المقام المحمود مقامك محمود كا مقام كمحمود كي شرفت له كوين النبي إسكال صلى الله عليه وسلم واتوي لمرك آذان قطع ما أضو حوقفك مؤدن كبهي هداء طهران كدبنا الدعاء آذان كأخرسان وهداء طهران اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القناة آتي محمدا الوطى والفضيلة وبعثه مقاما محمودا مقام كمحمود كأ رسولك صلى الله عليه وسلم أي إسكاله قد كان كسو هرين وإسكا مقام محمود أهو كالنبي سأغس الرئي صلى الله عليه وسلم فالشفاعة إرقينت إيا شفاعة التي تاسو نفاها أوديذي القرآن قرآنك ما كان فيها شرك وحي شرك كسنا ووحي وح إلهي للبربر بغا يو سيد الله كلا لغلا بغا يو لكن قف ضعيف أهل فيسه أدون أدون إلهي كمت أها ربنا أكرامينا يو إلهي مركو إدم كذب وحشفاعي كامرك وجراء لكن متك قرآن كؤدي لو متك إلهي وحلا لبربر بغا وهذا تاس أفضل وهذاك أثبت وصغي الله ولهذا به سيدا درت أثبت وصغي إلهي الشفاعة شفاعة إرقينت إني جرتو بإذنه أسيق إذن كي سقفك أو شفاعة في مواضع ما لبضن بقرآنك الله غشيغي ما لفربضن أي قرآنك إلهي قتل مامي وقد بيّن النبي نبي جنو عدي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا وشفاعة لا تقوم إني سن أهانين إلا مئة توحيد يولي خلاصي رير توحيد يرير إخلاني ذاتك التوحيد كأهل كأؤة إخلاص كأهل كأؤة ما هنا إني سنقفك لمركة وحترينين رسولك وعدي وقد بيّن النبي لذيقنا وبياني أو عدي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إني سنؤهانين إلا لأهل التوحيد
أهل التوحيد والإخلاص أهل إخلاص معها حالة داسو مركا تلماما يا إلهي سبحانه وتعالى نبي قلنا حالة داسو مركا عديي بعد حالة الصحي وان أردت صا أقرنا وإن انفهمنا شفاعة سي أجرت سلو حلو شفاعة قفك إلهي ككرامين يقفك أويهي يقفك الله إن أصغنا لو إرقي لما شفاعة قاضو إذا ينلسكوها لين وحكا ليه إخلاص التوحيد أي ربط لقبر يا باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي باب يهي وبالله توفيق والله سبحانه أعلم.